اهلا بكم احبابي الخاله ناني في برنامجنا علم طفلك مع الخاله ناني. زي ما انتم متعودين بنقدم لكم مواهب جميله ومبدعه مع الخاله ناني نوره الحسيني. معانا النهارده فيروزه التيك توك، بنوته جميله مبدعه واصيله بتحب تراب بلدها مصر وبتغني ليه وكمان بتمثل حاجات جميله عمرها هتقول لكم عليه. تعالوا نرحب بجميله ساره فهيم. ازيك يا ساره؟ الحمد لله. عاملة ايه يا جميلة؟ كويسة. قولي لنا عمرك قد ايه؟ انا عمري 11 سنة. تمام. بتحبي ايه؟ انا بحب الغنى والرسم. بتحبي الغنى والرسم. طيب والتمثيل؟ او التمثيل حلو وبحبه كده. تمام. احنا شفنا لك فيديوهات جميلة على التيك توك، كانت فيديوهات رائعة جدا، هنعرضها على مشاهدينا دلوقتي وتقولوا لنا رأيكم وابداع الجميلة سارة. تعالوا نتفرج على سارة ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا مع الجميلة سارة عبدو فهيم، صح كده يا سارة؟ قولي لي يا سارة، امتى اكتشفتي الموهبة الجميلة اللي عندك دي؟ موهبة الغنى ولا التمثيل؟ الاتنين. هو الغنى ده من بابا. تمام. بابايا هو اللي كان بيعرف يغني يعني، وانا بدأت اغني كده من وانا في سنة رابعة تالتة كده. تمام. بدأتي فيديوهاتك في التيك توك الجميلة، زي ما احنا عارفين ان التيك توك في حاجة حلوة في حاجة جميلة. احنا بنطلب من كل المشاهدين انهم يتابعوا التيك توك بالمواهب الجميلة المبدعة اللي زي سارة بتقدم حاجة مفيدة لأطفالنا. طيب يا سارة، انا شايفة ان انت كنت بتذاكري وعاملة فيديو مع بابا عن المذاكرة، وكنت بتتنشطي كده وبتحاولي ان انت تعملي نصح عليه، صح كده؟ قولي لنا يا سارة، بتعملي ايه في المذاكرة علشان تذاكري وازاي بتبدعي في ده؟ هو المذاكرة الصراحة دي مهمة جدا، تمام، مهمة لدرجة دي الوحيدة هي أهم من التمثيل. أهم من التمثيل أكيد. يعني أنت بتقولي لكل أطفالنا إن هم يهتموا بمذاكرتهم بجانب المواهب اللي عندهم، يعني ينموا مهاراتهم. مين اللي نمى المهارة الجميلة بتاعتك دي؟ مهارة التمثيل؟ التمثيل والغنى. مين اللي شجعك عليها أساسا؟ هو ماما وبابا هم اللي شجعوني عليها. برافو. سارة ليكي كام أخ وأخت؟ انا ليا اخت عسل يعني، بصي هي يعني بتشجعني وبتوفقني كده، وليا اخ صغير. يعني الاسره كلها بتشجع ساره. اه صحيح. طيب يا ساره، ايه اكتر تعليق عجبك من تعليقات الجمهور ليكي؟ هو اكتر تعليق عجبني ان لما واحده قالت انا لسه والده وهسمي طفلتي على اسم ساره، ده اكتر تعليق عجبني بصراحه. جميل يا ساره. يعني ساره بتقول لكل الناس ان هي بتقدم حاجه جميله ومفيده. انت اصلا كان هدف الفيديوهات بتاعتك ايه؟ قلت لي حاجه كده واحنا في الاستوديو، قلت لي انا بعمل الفيديوهات دي لهدف معين عشان تساعدي مين؟ عشان اساعد الناس واخليهم كده يعرفوا يمثلوا بس شكل ادبي. ايوه، بشكل لائق يليق بيهم، صح كده؟ جميل جدا ان اولادنا يكون عندهم مواهب ابداعيه وكمان عارفين الصح من الغلط ويوجهوا نفسهم ويوجهوا غيرهم للصح يكون ازاي، صح يا ساره؟ طيب الفيديوهات بتاعتك لاحظت ان انت تتكلمي عن حاجات جميله جدا زي طب تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية، وتحية كبيرة لشعب مصر العظيم ورئيسها والجيشها العظيم اللي حمى حدودنا واللي دايما هيفضل دايما رافع راسنا وحامي حدود البلاد العظيمة. عايزة تقولي ايه تحية، وعايزة تقولي ايه اغنية كنت مجهزاها لحبايبنا والمصر؟ قولي بقى. انا بوجه تحية لجمهور مصر العظيم. هايل. وبقول لهم اللي هم ما يفرطوش في تراب بلدنا. احسنت يا ساره، هايل جدا. يعني بتوجهي رساله جميله لكل اطفالنا ولكل جنودنا ولكل شبابنا الواعي الصاعد ان هم يحموا تراب بلدنا. هايل جدا يا ساره. طيب وكنت مجهزه لنا اغنيه جميله كنت عايزه اسمعها منك. ماشي. هو الاغنيه عن مصر. هايل، اتفضلي قول. حبك اصل وكفايه انه اتخلق ويايا، حبك اصل وكفايه انه اتخلق ويايا، يا ذاتي ما في الدنيا زي بلادي، ودنيتي وهوايا ودنيتي وهوايا. هايل جدا يا سارة، جميلة جدا ومبدعة. سارة بتقدم الأغنية دي لمصر الجميلة العظيمة افتخارا بيها وبشعبها
وبقينا بمناسبة احتفال السادس من أكتوبر، صح يا سارة؟ طبعا أنا عايزة أقول إن سارة موهبة رائعة، بتقدم فيديوهات هادفة لإسعاد الجمهور، وبتحاول إن هي تقدم جميع الأنماط، الصعيدي عملتي صح كده؟ وكمان الطفولي عملت، والكوميدي وكل. طب مين مثلك الأعلى بقى يا سارة في التمثيل؟ كنت نفسك بتوجهي شكر كده جميل لمين؟ انا بوجه شكر لبابا، أكيد بابايا هو اللي خلاني امثل كده وطلعت ممثله شاطره، هايل. هو اللي خلى اعرف الناس اللي انا ممثله كده وبعرف اغني، فطبعا بابا ده هو مثل الاعلى وعيلتي كلها طبعا. اكيد يا سارة، اكيد ان هي بتفتخر بباباها، وانه قدر يتواصل مع بنوتة جميلة في العمر ده، هو ده اللي بنشجع عليه من خلال برنامجنا علم طفلك، التواصل مع الاباء او تواصل الابناء مع الاباء، او العكس الاباء مع الابناء. دايما بنشجع على الجزئية الهامة والكبيرة التربوية ما بين الاب واولاده، انه ازاي يدعمهم وينمي مهاراتهم وفي نفس الوقت يحافظ عليهم. سارة انتي كنتي كمان بتقولي لي حاجة جميلة، نفسك تكوني ايه في المستقبل؟ انا كان نفسي ابقى مدرسه هايل واستغل موهبتي في التمثيل ان انا ادرس. هايل، يعني هتدمجي ما بين التمثيل والغنى بتاعك الجميل ده في التدريس. اشمعنى مهنة التدريس؟ اصل التدريس ده مهم جدا، وبشكر المدرسين اللي هم علمونا وكبرونا هايل، خلونا نعرف نذاكر كده. جميل قوي ان يكون اطفالنا عندهم الوعي الجميل اللي عند سارة، ان هي ازاي بتستغل الموهبة بتاعتها في ان هي تقدم حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت ان هي نفسها تكون حاجة في المستقبل مدرسة عظيمة عشان تنقل ده لاطفالنا. طيب يا سارة، هتدمجي يعني انت نفسك ان انت تمثلي مع الاولاد وتعملي لهم المناهج بتاعتهم بطريقة جميلة وحديثة. طيب يا سارة، انت بتحبي تدرسي مادة ايه؟ انا بحب مادة العلوم. هايل هايل جدا، يعني انت نفسك تعلميهم من خلال مواهبك الجميله، وفي نفس الوقت هتتدربي برضه على الموهبه، صح؟ يعني ساره بتقول ان الموهبه عندها دي حاجه اضافيه، اضافه للماده او الشيء اللي هي بتتمناه في المستقبل، صح كده يا ساره؟ طيب ساره قولي لنا، بتحبي تعملي ايه في وقت فراغك؟ انا احيانا كده في وقت فراغي بذاكر، اقعد كده اذاكر تمام، واعمل رياضه كده عشان اقوي جسمي. هايل، يعني بتقولي لكل الاطفال ان هم ينموا مهاراتهم وابداعاتهم من خلال برضو المذاكره، ما ينسوش المذاكره اساسيه في حياتهم، وكمان ان هم يمارسوا الرياضه، صح كده؟ طيب قولي لنا يا ساره، انت كنت بتحكي لي عن بدايه الموهبه بتاعتك انها بدات في فتره الكورونا، صح كده؟ دي ان فتره الكورونا من خلال كام شهر كده قدرتي تعملي حاجه مفيده، قولي للاطفال ازاي فكرتي في الفكره دي؟ اصل يعني انا بقول في وقت الفراغ اللي احنا فيه في البيت ده، تمام بحاول يعني اخلي الواحد ما يزهقش من قعدة البيت. تمام ففكرتي تعملي فيديوهات جميله ومفيده للاطفال وللكبار، ان انت تحاولي تسعديهم كمان، ترسمي البسمه على وشهم، صح كده؟ طيب وقلت لنا ان اكتر تعليقات عجبتك وكنت عايزه توجهي شكر كبير للجمهور، صحيح كده؟ ساره بتوجه شكر كبير لجمهورها، وكمان احنا جمهور الخاله ناني بيوجه لك اجمل شكر، كمان عندنا ادم خالد عدي كان بيوجه لك شكر كبير يا ساره، وكمان استاذ رفيق جلال اللي قام بدعم الحلقه كامله. كنت عايزه تقولي له ايه يا ساره؟ انا بشكر عم رفيق جدا، عم رفيق ده هو اداني هدية جميلة وأحلى هدية اللي أنا قاعدة معاكي. ربنا يخليك يا سارة، تسلمي. شكرا لكل جميل بنقدمه. طيب سارة كنت عايزة تقولي لنا أغنية جميلة تانية، عايزة أسمعها منك. هو دلوقتي الأغنية دي هي يعني كانت أغنية كده عن سمرة سمرتي. تمام، وهي أغنية قديمة مش حديثة، صح كده؟ طيب يلا سمعينا. ماشي. هو دلوقتي هي صعبة يعني صعبة، حاولي تقولي جزء منها لو مثلا تقدري اللي فاكراه. طيب سارة أنا سمعتها منك فعليا، صح كده؟ طيب سارة كنت عايزة تقولي لنا بالنسبة للقديم والجديد، الحاجات القديمة، هل إن إحنا نهملها لا من تراثنا؟
هي بس يعني ولا بنحتاجها ان احنا نجددها، بنقولها بطريقتنا الجميلة، صح كده؟ سارة كانت بتحفظ أغاني جميلة جدا للتراث، وكمان كانت بتحاول تحييها بطريقتها الجميلة وبصوتها الرائع، زي ما قدمت لنا دلوقتي أغنية للفنانة عفاف راضي، صح كده؟ دي عفاف نمت. راضي من عصرة الجيلين القديم والحديث، وفي نفس الوقت سارة بتحاول كطفلة. عمرك قد إيه؟ قولي لهم تاني، أنا فكريني. عمري 11 سنة. هايل جدا، عمرها 11 سنة وبتحاول إن هي تستكشف القديم وكمان تعمل عليه إبداع أو تقدم بيه إبداع جديد. يعني دلوقتي يا سارة إن إحنا ينفع إن إحنا نستغل الحاجات القديمة نعرفها ونأصل وناخد منها الأصل ونطورها بحاجة جديدة، صح كده؟ طيب سارة إيه تاني بتعرفي تعمليه، بتقعدي تعمليه في وقت الفراغ بتاعك غير التيك توك والتمثيل، غير ده وده والرياضة؟ احكي معانا وقولنا، اطفالنا كلهم منتظرينك وعايزين يسمعوكي. هو برضو في وقت فراغي كده اي حاجة بتعجبني برسمها. هايل، بترسمي شخصيات؟ هو بحب الكرتون بس مش اهم من المذاكرة. بتحبي الكرتون جدا وبترسميه لكن مش اهم من المذاكرة. شوفوا كلمة الجميلة سارة قالت لنا ايه، ان الكرتون مش اهم من المذاكرة. يعني كتير من اطفالنا بيقعدوا يتفرجوا على الكرتون وبينسوا خالص حياتهم وبيقضوا فيه ساعات كتيرة او على الموبايل، صح يا سارة؟ لكن الجميل في سارة ان هي بتقسم وقتها، صح كده؟ يلا قولنا عشان يكون الطفل ناجح او انت تكون انسان ناجح هتعمل ايه؟ هو ممكن لما مثلا تتعبي من المذاكرة شوية. تمام، يعني ينظم وقته، يخلي وقت للمذاكرة. ها، وإيه كمان؟ مثلا لو واحد تعب من المذاكرة شوية ياخد مثلا يتفرج على أي حاجة بس خمس ويرجع دقايق تاني ياخد وقت قصير، قسط من الراحة كده، وقت قصير يتفرج على اللي هو بيحبه وبعدين يرجع يذاكر تاني، صح كده؟ أو يمارس هواية تانية مختلفة علشان كمان عيونه متوجعوش، صح كده؟ وكمان ما يزهقش من الكرتون. طيب قولي لنا ايه تاني يا سارة بتحبي تعمليه، وبتتواصلي ازاي مع اخواتك، بتحكي لهم وتعلميهم ازاي؟ انا مثلا لما اختي ما بتكونش عارفه حاجه بعلمها وافهمها بالراحه. تمام لازم تفهم الواحد بالراحه عشان يفهم. تمام يعني سارة بتحاول تخلق نوع من التعاون ما بينها وما بين اخواتها. طيب ومع اصحابك يا سارة بتعملي ايه؟ قولي كل اصحابك بتتعاوني معاهم ازاي وتتعاملي معاهم ازاي. هل كنجمة مشهورة بقى مش هتتكلم معاهم تاني، ولا بتتعاملي ازاي؟ هو عادي صحابي. اصحابك واصدقائك في كل مكان بتتعاملي معاهم عادي وكمان بتنصحيهم، صح كده؟ هايل جدا. يعني دلوقتي احنا بنقول من خلال برنامجنا ازاي نتعاون مع اصحابنا وازاي نتواصل معاهم وازاي نكلم اللي حوالينا بطريقه جميله بحيث ان هم ما ينفروش منا، صح كده اهو، ويحبونا، وان اساس كل حاجه هي البسمه عند ساره، ايه الفيروزه التيك توك كما اطلقت عليها الخاله ناني نورة الحسيني. طيب يا ساره نفسك تكوني ايه في المستقبل غير انك تكوني مدرسه؟ عايزه تعملي ايه كمان؟ هو كان نفسي أمثل يعني بس تمثيل تمام، لصغيرين يعني تمثيل كده بسيط. تمثيل بسيط. تمام، يعني انت نفسك ان انت تكوني جنب الموهبة بتاعتك وابداعاتك، جنب قصدي الدراسة والتدريس والتعليم، ان انت تدي جانب للموهبة بتاعتك. جميل جدا يا سارة موهبتك وابداعك، واحنا بنحييكي وبنشجعك ودايما يا رب موجودة معانا، ودي اولا شهادة جميلة من الخالة ناني للجميلة سارة باسمها. اتفضلي يا سارة من خلال برنامجنا علم طفلك، وكمان هدية مقدمة من الجميلة او للجميلة سارة من عم رفيق وخالته ناني. تمام، شكرا يا سارة لوجودك معانا. تمام، احنا بنشكركم جدا على متابعتكم، ولكن خلونا تاني نعرض الفيديو بتاع سارة الجميل ونعرف تاني اكتر عن موهبتها، ونرجع ونختم ونقول لكم باي باي. منهم. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وبنتمنى ان انتوا تتواصلوا معانا، معلش عذرا على الارقام، ان شاء الله تظهر على الشاشة دلوقتي وهتتواصلوا معانا، منتظرينكم. ورجعنا لكم تاني مع سارة الجميلة واجمل بنوتة بجد. انا حقيقي فخورة ان انا النهاردة معايا الجميلة سارة فهيم، فيروزة التيك توك كما اطلقت عليها، واللي انا حبيته تواصلها.
طيب انا فعلا كنت سعيده بيكم النهارده في حلقتنا، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية على الف خير. قولي لجمهورك بحبكم جدا وبتمنى تواصلكم دايما معايا، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. يلا قول لهم باي باي. باي.